نظمت لجنة الحشد والتعبئة لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي اليوم بصنعاء ندوة بعنوان الجرائم المرتكبة بحق أبناء الصراري، مشروع أمريكا في اليمن. إلى التفاصيل. تحت شعار جريمة الصراري استهداف لليمن، أقامت لجنة الحشد والتعبئة لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي اليوم بصنعاء ندوة بعنوان الجرائم بحق أبناء الصراري مشروع أمريكا في اليمن. الندوة هدفت إلى تعرية وكشف جرائم مرتزقة العدوان والجماعات الإرهابية المرتكبة بحق قرى الصراري بمديرية صبر الموادم في تعز. الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات بعد ارتكاب قوة العدوان ومرتزقة من التكفيريين الجرائم بحق أبناء الصراري هو تعرية هذا العدوان وفضح جرائمه وحقيقة مشروعه في اليمن، لأنه نلاحظ أن كل المناطق التي يسيطر عليها قوة العدوان والاحتلال نلاحظ مثل هذه الجرائم، السحل، الذبح، القتل، لأن هذا هو مشروعه لليمن. ليس هناك أمن واستقرار كما كان يدعي، ليس هناك لمصلحة الشعب اليمني، ولذلك هذه الجرائم تأتي بوجود قوات العدوان وبوجود قوات الاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها. ما جرى في قرية الصراري وما حولها هو عنوان لما سيكون عليه حال اليمن إذا تمكنت هذه الجماعات المرتزقة والإرهابية والمتطرفة من السيطرة والتوسع. لا سمح الله، هذه الجريمة المروعة جريمة مدانة ومستنكرة بكل المعاني وبكل الأبعاد الوطنية والإنسانية والإسلامية، فهي تأتي لتكون غريبة على السياق التاريخي لليمنيين الذين تعايشوا وتصاهروا ومن جميع الأطياف السياسية والفكرية والدينية دون أن يحدث مثل هذه الجرائم. وفي الندوة جرى استعراض ورقتي عمل تناولت الأولى منها للعلامة عدنان الجنيد الجرائم المريعة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والأعمال التخريبية التي حدثت قبيل وعقب اقتحام هذه الجماعات لقرى الصراري، فيما تناولت الورقة الثانية للدكتور طه الحاضري خطر الجريمة والمشروع التكفيري في اليمن. بالنسبة للجريمة أو الجرائم الشنيعة والأعمال المريعة التي ارتكبها التحالف عبر أدواته في الداخل وهم حزب الإصلاح والقاعدة، ارتكبوا جرائم نكراء يشيب منها الوليد، جرائم تتنافى مع القيم والأخلاق وتتنافى مع الديانات السماوية فضلا عن ديننا الحنيف. هذه الجرائم لم تكن في حق الإنسان فحسب، بل هي جرائم حتى في حق البهائم، في حق الأبقار، في حق الشجر والمدر، في حق المنازل والبيوت. المشاركين في الندوة بدورهم حملوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية المجازر والجرائم المرتكبة بحق أهالي الصراري ومسؤولية اختطاف المواطنين العزل الذي يصل عددهم إلى أكثر من 30 مواطن، ناهيك عن المفقودين الذين لا يعلم مصيرهم أحد.